هاتفيا من فرنسا ينضم لنا دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس. أرحب بك دكتور خطار. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك دكتور. بداية، مناورات كلامية من قبل الأتراك تسبق مناوراتهم العسكرية. بداية، إلى أي مدى ترى حدودا لهذه النبرة؟ بالفعل المناورات اليونانية مع فرنسا وإيطاليا وقبرص هي مناورات دفاعية. من يأتي لينقب على النفط مقابل شواطئ اليونان، مقابل جزر اليونان، مقابل قبرص، هي تركيا. تركيا بالرغم من الوساطة الألمانية تعلن أنها مستمرة في التنقيب وأن سفنها لن تغادر هذه المنطقة قبل الثلاثاء القادم. تركيا تشعر بفائض قوة معين نتيجة الموقف الأمريكي الملتبس ونتيجة الموقف الألماني المتسم بالميوعة، لأنه لو كان هناك تضامن أوروبي قوي لربما فكر أردوغان أكثر قبل الإقدام على أي مغامرة. نعم، إذن وأنت في باريس لابد أن تحدثني عن رؤيتك للموقف الفرنسي، ونتحدث هنا عن وجود السيدة بارلي في المنطقة. بالفعل الموقف الفرنسي موقف حاسم اتجاه أنقرة. باريس أخذت تدرك أن التمدد التركي لا يدر فقط مصالحها ومصالح أوروبا واستقرار أوروبا على المدى المتوسط، بل يضرب كل استقرار المنطقة والتوازنات في المنطقة. تأخرت باريس وتأخرت القوى الأخرى عن فهم طبيعة التحركات التركية، لكن في نهاية المطاف المسألة الليبية شكلت منعطفا وشكلت نوعا من خط تماس ما بين أردوغان والفرنسيين. الآن فرنسا من خلال هذه التحركات تحاول القول أنها تضع خط أحمر عسكري أوروبي لحماية سيادة اليونان ولمنع التوترات في شرق المتوسط. مشكلتها أنها تعتبر أن عملها مع ألمانيا هو نوع من التقسيم الجيوسياسي للعمل، أي أنها تعتمد منطق عرض العضلات مقابل المنطق الدبلوماسي، لكن في حقيقة الأمر ألمانيا عندها مصالح أكثر مع تركيا. ألمانيا تمالئ تركيا، وهذه برأيي نقطة ضعف كبيرة للموقف الفرنسي. إذن التهديد من قبل الأتراك باستخدام الذخيرة الحية، كيف تقيم هذا التهديد من الناحية السياسية، وإلى أي مدى ربما تصل ردة فعله؟ بالفعل الجانب التركي تعود على هذا الابتزاز، قام بذلك ضد قوات سوريا الديمقراطية وضد سيادة الدولة السورية في الشمال السوري ولم يقبل أحد. الجانب التركي قام بذلك في ليبيا، أرسل حتى مقاتلين من سوريا وأرسل قواته وجعل ليبيا ساحة صراع ولم يقبل أحد. قام بالتنقيب مقابل قبرص لم يأبه لأحد، والآن يستفز في قبالة اليونان ولا يأبه لأحد. يمكن أن يذهب شخص مثل أردوغان، يمكن أن يذهب بعيدا كما قلت نتيجة موقفين: الموقف الأمريكي الذي يريد أن يغازل أردوغان لكي لا يذهب نحو الروس ولكي يساهم في صد الروس الصاعدين أيضا في الشرق المتوسط، وهناك أيضا اللاعب الألماني الذي يبقى كما قلت نوع موقفه يتسم بالفعل من بالميوعة من أردوغان. أخيرا دكتور خطار، تتوقع عقوبات منتظرة من قبل الاتحاد الأوروبي على تركيا إذا استمرت في هذا النهج؟ تركيا منذ أواخر 2019 ورغم الطلبات والتهديدات الأوروبية لا تغير موقفها، وتحاول القول للأوروبيين أنها حارسة البوابة الجنوبية لأوروبا، أن الهجرة غير الشرعية تمر من خلالها، اللجوء يمر من خلالها. هناك حجم مصالح بين بعض الدول مثل النمسا وألمانيا وتركيا كبير، كل ذلك تستخدمه تركيا لابتزاز الأوروبيين، وبالطبع هناك أوراق أخرى للحركات المتشددة. إذا حتى اللحظة أشك بأن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى موقف متضامن قوي ضد أردوغان، وإذا توصل في اللحظة الأخيرة فيكون بشكل أو بآخر بعد فوات الأوان. تتوقع إذن تصاعد على المستوى السياسي على أقل تقدير؟ أعتقد أنه ما دامت المواقف الأمريكية هكذا والموقفين الألماني والروسي هكذا، أردوغان عنده هامش كبير للمناورة سيستخدمه. شكرا جزيلا دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس، حدثنا من ذات المدينة.